لما نيجي نتكلم كمان على هجوم النادي الاهلي وشفنا الظروف اللي خلت كهربا مارسيل كولر يقول له انت بقيت رقم 3 في حساباتي، لكن تحس انه في ظروف برضو شويه بتخدم كهربا، يعني غياب وسام ابو علي هيخلينا نقول انت لو مارسيل كولر موديست ولا كهربا؟ طيب لو احنا بنتكلم عن الحسابات الفنيه العاديه الراجل اللي رجله في الملعب موديست، لكن في شويه تفاصيل كده بتكون خاصه، هو كمان محظوظ في مباراه القمه كهربا، ده اللي كنت اقوله، في شويه تفاصيل خاصه بلقاء القمه لوحده بعيدا عن الفنيات وبعيدا عن الكره، هي تفاصيل وحسابات لقاء القمه. دي النقطه اللي كنت بقول لك عليها. كهربا لو ظهر بكره، لو كان الاهلي بيلعب اي منافس وكان هو اللي بدا اساسي بكره على حساب موديست، كان هيبقى شيء غريب جدا، لان موديست اللي رجليه في الملعب هو اللي بياخد كهربا ابعد شويه. لكن لقاء بكره توقعي الشخصي او لقاء النهارده توقعي الشخصي، لو شفنا كهربا بيبدا بصفه اساسيه، اعتقد ده ممكن يكون امر طبيعي، مش بنقول ده اللي هيحصل لان فنيا على الورق النهارده موديست هو الاقرب، لكن لو شفنا كهربا هو اللي محطوط في السكور شيت مش هيكون شيء غريب، خاصه ان كهربا بيقدر وبيعرف يلعب اللقاءات دي، ودايما كمان محظوظ في لقاءات القمه بشكل مميز جدا. لكن على الورق واحنا بنتكلم فنيات بشكل طبيعي، قد تكون الافضليه لصالح موديست. تمام. طيب برضو في المقابل لما نيجي نتكلم على، احنا اتكلمنا عن انه كهربا محظوظ دايما في مباريات القمه، كمان شيكابالا مع الزمالك اوقات كتير محظوظ مع الزمالك في مباريات القمه وشفنا بيسجل اكتر من مره. النهارده في مباراه اليوم ازاي او ايه التوقيت الافضل اللي ممكن يستخدمه في جوزيه جوميز؟ هل يبدا بالمباراه ولا يخليه شيكابالا في الشوط الثاني او في بعض الفترات من الشوط الثاني؟ ممكن بعد التفكير يروح ان شيكابالا في لقاء النهارده يكون ورقه رابحه موجوده على دكه الزمالك، ورقه تقدر تصنع الفارق. لكن انا في وجهه نظري ومن التجارب السابقه شفنا شيكابالا لما بيبدا اللقاء وقدام النادي الاهلي بيقدر يصنع الفارق، سواء باسيستات صنع قبل كده في لقاءات الكؤوس لباسم مرسي، سواء بالتسجيل شفناه في اكتر مناسبه بيسجل قصاد النادي الاهلي. انا في وجهه نظري ابدا بشيكابالا، تكون معرفه عدد الدقائق اللي هيلعبها، يستنفذ جميع مجهوده البدني والفني في الدقائق اللي انت محددها له، تاخد اقصى شيء تقدر تاخده من شيكابالا مع بدايه اللقاء، في النهايه تبدا تدفع باي ورقه رابحه تانية موجوده عندك حسب سير اللقاء، سواء تامين دفاعي او تنشيط هجومي. لكن انا في وجهه نظري طول ما شيكابالا في حالته الفنيه والذهنيه والبدنيه، خد من شيكابالا الوقت اللي يقدر ياخده بتاع شيكابالا بلمسات شيكابالا بفنيات شيكابالا، وبعد كده تبدا تقدر انك تنزل اي اسم تاني. لكن انا في وجهه نظري شيكابالا يبدا يكون في بدايه اللقاء النهارده.